لا تزال أسعار السلع الغذائية والبروتين من أسماك ولحوم ودواجن تواصل ارتفاعها وتضرب الأسواق، وهو ما أثر على القوة الشرائية للمواطنين الذين لم يعد باستطاعتهم توفير احتياجاتهم من الغذاء، حتى المواطنين الذين يعيشون في مناطق راقية. بالنسبة للحوم، واللحوم دي خدت بالك يعني المشكلة بتاعتها في التكلفة بتاعتها في أكلها وشربها ومصاريفها. بص، هي الأسعار يعني إيه، جت انخفضت يومين بعد كده عليت مرة واحدة تاني. بالنسبة للأسماك، كلام من 10 أيام كانت الأسعار عالية لأن السمك كان بيصدر، وكان الموسم بتاع شم النسيم كان معظم الفسخانية ساحبين السمك البوري بيتعمل في سيخ، لكن دلوقتي شم النسيم خلص والدنيا ابتدت تهدى شوية. المواطنون في الأسواق الشعبية لم يكونوا أفضل حالا، فهم يرون ارتفاع أسعار البروتين بات بشكل جنوني لا يتفق مع إمكاناتهم المادية البسيطة، مطالبين برقابة حكومية فعلية على الأسواق لضبط الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم. كله غلي أضعاف الأضعاف، يعني أنت دلوقتي البنيه بقى ب70 و80 جنيه. يعني الأسعار في السوق طبعا عامة غالية خالص خالص خالص، وغير ده دخلة رمضان طبعا ما نعرفش الله على ما توصل ليه. منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري ويواجه المواطن ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية الضرورية، لا سيما أسعار البروتينات من اللحوم والدواجن والأسماك، حتى أن البعض أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار بلاها لحوم وفراخ وأسماك نظرا لارتفاع أسعارها بشكل جنوني. فكان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع تصدير الأسماك وتوجيه الحكومة بمزيد من الرقابة على الأسواق في محاولة لضبط الأسعار ورفع المعاناة عن المواطنين. محمد رياض، الحاليوم.